السلام عليكم ورحمة الله اخواتي وحبايبي ومتابعينا متابعين لايف نص الليل. النهاردة بقى لايف نص الليل لايف مختلف من داخل اتيليه دانتل. اتيليه دانتل بيقولك بمناسبة افتتاح المكان في شارع 10 هنطلع اول فستان سواريه ايجار بعشرة جنيه. هنأجر اول فستان لاول حد هيجي من على الجروب بعد اللايف مباشرة بعشرة جنيه. تخيل فستان سواريه جديد اول لبسة هيتأجر بعشرة جنيه. كله يجمع معانا وكله يقول الناس دي الف مليون مبروك، الف مليون مبروك كرنفال افتتاح اتيليه دانتل. يلا كله يجمع بأمانة، مكان جميل جدا 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 والله. نعم 10 جنيه، ايوه 10 جنيه لأول واحدة هتيجي من على اللايف وتحجز. هتحجز الفستان السواريه أول لابسة ب10 جنيه. نبدأ ندخل نسمي الله وندخل. محدش يستغرب، ما تستغربش لايفات نص الليل كلها مفاجآت وعروض. بسم الله نبارك لهم ونقول لهم مليون مبروك وان شاء الله تكون فتحة خير عليهم. ندى مش بهزر، اول فستان سواريه هيخرج عن طريق اللايف وبيدج مباشر مدينة الوراق وامبابة هيتأجر ب10 جنيه فقط وبإيصال رسمي. السلام عليكم. هي نفسها مستغربة. بس محمد فاجئني بيه. ايوه هي اتصدمت لما قلت لها اول فستان هيخرج ب10 جنيه، قالت لي ايه طب قول 100 جنيه، قلت لها 10 جنيه 10 جنيه رفقا بكلب. تقول امال لما بيبقى عندي فرح ما بقاش مش بتلاقي العروض دي ليه؟ هو المنحوس منحوس. بص لا انت مش منحوسه، نعمل لك فرح وتيجي تستفيدي بسرعه بالعرض. اعملي فرح بسرعه. ايوه قولوا لنا بقى عاوزين تبداوا بالسواريه اللي هيطلع اول فستان منه ب10 جنيه ولا الخطوبه؟ لا 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 اول فستان هيطلع سواريه. لا ما هو اول فستان هيطلع خدوا بالي برضه سعر تاني. ليه سعر تاني برضك؟ سعر تاني غير الاسعار. الله 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 كده هم سخنوا يعني. انا بص سخنتهم بالسواريه. احمد بيقول لك المفروض احنا بقى اللي نستفيد اللي لسه ماشيين. ابو حميد كان بعد اللايف، كنت صبرت يا ابو حميد بعد قبل اللايف. انا قلت لهم، انا بقول لهم قلت لهم بعد اللايف، بعد اللايف مباشره كانت دي المفاجأة. أنا فاطمة عاوزة الفستان، عاوزة الفستان. تعالي بعد اللايف على طول مباشرة وأول واحدة هتحجز هتحجز الفستان السواريه ب10 جنيه. بس هنحدد الستاند ده يا أستاذ محمد. ما هو أهو أهو السواريه أهو قدامنا أهو. طب ما تيجي نعرض لهم السواريه. مش نعرض بقى السواريه؟ أيوه نعرض السواريه. بس أهم حاجة يا جماعة أنا عايزة دعوة حلوة على ادعوا لهم بقى يا جماعة. يا جماعة ادعوا لهم. حبيبي يا ابو حميد كان نفسنا نطلعكم معانا في اللايف بقى، لو دخلت بعد ما نبدا على طول كنت خدت الفستان السواري اجرتهم ب10 جنيه. حلو قوي ده، رايق او هادي جدا. نيو بتقول لك اجي الفجر يا باشا. تعالي دلوقتي دلوقتي تعالي دلوقتي والله العظيم لو عاوز تيجي دلوقتي احجزيه تعالي دلوقتي. ودي التشكيلة اللي موجودة كلها. الله
ده موديل تاني غير اللي احنا عرضناه؟ اه. حلو. ده شغل هاند ميد على السيد هنا يا استاذ محمد. شغل هاند ميد. البنات ولا تقييم على الدنيا عليه هاند ميد. تمام. اتيلي دانتل احدث صيحات الزفاف والسواريه، بيع وتاجير احدث فساتين الزفاف والخطوبه، ودلوقتي بنبدا بعرض السواريه. البنات اللي بتحب الواسع في زفاف، ده انا هعرض لكم تشكيله وكوليكشن الزفاف اللي هو 2024 الحكايه والموضوع. وبقول لكم ايه، الخطوبه ما اتلبستش، كل ده اول لبسه، اول ايه والسواري اول لابسه كمان. هو المكان لسه بقاله 3 ايام. المكان اول فستان اتاجر منه كان تابع الاستاذ احمد اللي معانا على اللايف دلوقتي، ولسه الايصال بتاعه لسه سخن. والناس زعلانين يا جماعه. اه كان المفروض هم اللي يستفيدوا. انا خرجت بعد ما انتم مشيتوا وانا فوجئت. هي نفسها يا ابو حميد انا صدمتها بال 10 جنيه دي. ده البنات اللي مش محجبه. ده ثابت على الجنب. الله، لسه عايزين نعرض باقي الكوليكشن عندنا السواريه. طبعا ده بقى البروبرو، عاوزه تبقى بروبرو بقى كده ملفته. ده طيبست من تحت، الموديل قدامه ورا. المكان منتصف شارع 10 بالوراق امام فرع اورانج. السمك ده في بنات بيحبوه كتير قوي. نظام هايبست من تحت جميل. استاذه فاطمه بتقول لك بجد من الناس المحترمه اللي حبيت اتعامل معاهم، وان شاء الله فتحت خير كده على المكان وعليكم. محمد القطيفه. الله. اكستنشن ثابت برده من على الجنب. بص البنات جودي ده نورك. حلو قوي. حلو. رفقا بقلبي بتقول لي جامد بس عاوزه الرفيعه. خس يا رفقا بقلبي وبطلي اكل محشي. لمده 10 ايام بطلي اكل محشي هتخس وهتبقى تمام على الفستان ده. بيلبس يا جماعه. نشجعهم بقى بالشير. شجعوني بالشير عشان افرحكم بفساتين كتير. واكتر حد بتقول لكم هيعمل شير هو كمان ليه مفاجاه. دنيا تسلم تقول الشغل تحفه في الحقيقه. يا بخت اهل الوراق بيكم. ربنا يخليك. بكام الفستان الاسود الثالث اللي ورا الاحمر؟ اللي ورا الاحمر ده رصاصي. ده تقصدي ده؟ الاوكسيدي. حلوه فكرته برضك. مش عارفه ايه تقصد ده ولا ايه؟ المهم ان احنا ينفع احجز عشان مفيش افراح دلوقتي؟ لا. احنا عاوزين اللي محتاج الفستان بجد تبقى مفاجأة ليه وحاجة تفرحه، وب 10 جنيه يحجز فستان السواريه. ويكون أول حد جه من على اللايف. الفرح يوم الخميس، الجمعة أقصى حاجة يعني. بتسال بكام ده اللي انت لسه مرجعاه؟ ما قلناش السعر. طب احنا هنطلع الفساتين السواريه، انت كنت بتاجريها بكام وهتطلع بكام الفساتين يا جماعه؟ انا كنت باجرها اول لابسه. اول لابسه كله اكيد على اللايف شايف ان الفساتين جديده كلها اول لابسه. الفساتين كانت بتطلع ب 550 اول لابسه. ايوه. انا عشان خاطر الاستاذ محمد عرفه هطلعها ب 350. 350 فساتين السواريه اول لابسه. 350 جنيه. نخش على الخطوبه. عقبال البنات كلها اللي معانا على اللايف اللي ما اتخطبتش تتخطب. معايا حاجات عشان ما يقولوش مش قلت 350، انا معايا حاجات اعلى من 350. تمام. انا بتكلم على الاستاند ده. تمام. نروح على احنا كده صوروا لهم يا استاذ محمد كله علشان يبقوا كل الستاند ده يا جماعه اللي في الكفر دي بيطلع اللي مفتوح اللي بره الكفر. كل الحاجات دي بتطلع ب 350 الايجار، لكن اول فستان هيطلع بعد اللايف مباشره
ب 10 جنيه ايجاره. هي يا ريت تيجي تقف دلوقتي معانا. لو عاوزه، لو في حد معانا على اللايف عنده مناسبه قريبه ومحتاج الفستان ضروري خلال اليومين دول، يجي بسرعه او تيجي بسرعه تحجز. الفستان هيتاجر لاول حد من على اللايف ب 10 جنيه. حبيبي يا ابو السيد. نلف بقى اللفه الجريئه ونروح. ايوه نشوف بقى مع بعض فساتين الخطوبه اول لبسه. نجيبها كده بقى، نروحها كده واحده واحده. بص الشغل بقى، بص الجمال، بص القمر. ممكن تنزل اللوكيشن ولينك البيج الاساسي عشان نتابع؟ تمام. ننزل لكم كل حاجه بعد اللايف مباشره. ولو انتوا معانا معاكم التليفون بتاع الصفحه، خش علق وهثبت لكم الكومنت دلوقتي بلينك صفحتكم. نبص بصه عبال ما يعلقوا لكم من لينك الصفحه على اول فستان خطوبه اول لبسه. المفروض كان بيطلع ب 1500، هيطلع ب 1000 جنيه فقط لكل متابعين محمد عرفه في كل مكان. نوطي الصوت. استاذ محمد اللي عمل لكم العرض ده وانا برضو ما قدرتش اتكلم. ايوه اكيد البنات اللي متابعيني ودخلوا الاتيليه عارفين اسعار فساتين الخطوبه اول لبسه ايه. عارفين ان انا قلت من بعد 2000 1500. استاذ محمد قال لي لا انا لازم بطلع بختلف. ايوه بعمل عرض فما ينفعش اقول لا يعني. هتبقى ب 1000 جنيه فقط بدل 1500. فستان الخطوبه اول لبسه ب 1000 جنيه فقط بدل 1500. انت بتثبت التعليق بتاعنا؟ ماشي. ده انا ده. ثبت لكم تعليق محمد عرفه من الايميل الثاني، مكتوب منتصف شارع 10 بالوراق امام فرع اورانج. ده العنوان. العنوان مثبت اهو في الكومنتات. نروح على موديل تاني؟ تمام. يبقى كده عرفنا ان فساتين الخطوبه بدل 1500 اول لبسه هتطلع ب 1000 جنيه فقط. معانا خطوبه هيبقى اقل برضه. ولو ايه؟ معانا خطوبه اقل. معانا خطوبه اقل؟ لبسه هنطلعه اقل. اقل كمان. وفي اقل من 1000 جنيه. البنات اللي بتحب شغل الزرق والواسع. ايوه. نجيب التفاصيل كده. بصوا الجمال، بصوا الشغل، فساتين اول لبسه ورا وقدام. يا استاذ محمد الشغل ورا وقدام. الشغل العالي. ام حسن وحسين محمد عرفه ملك العروض، تسلمي يا ست الكل. اياب البوب، حاج اياب احمد، منور الدنيا يا غالي. مين هيقول مبروك بمناسبه كرنفال افتتاح اتيليه دانتل؟ نخش على السكر اللي بعدها دي على طول. بص الموديل ده، بص الكلام. ايوه بص الشغل. هتكوني مميزة، يعني هتكوني مميزة. يلا هتأجري منين؟ من اتيلي دانت. نيم تقول لك الف مليون مبروك. الله يبارك. يلا بتقول لك مبروك. نور الشمس، تسلمي يا ست الكل على الدعوة الجميلة. الله يبارك في حضرتك. لف بقى كده المنظر من قدام. الله. احنا بنقول طبعا ألف ألف مليون مبروك لكل العرايس اللي هتيجي تحجز من هنا ويعزمونا بقى، واحنا نعزم لهم الجروب معاهم 306 ألف ولا، ونجيب جاتوه بقى ونرقص ونهيص. بس هم يسدوا علينا جاتوه. بص بقى التل من الجنبين. يعني احنا يا جماعه جبنا لكم عباس العقاد هنا. اهو. كله بيجري على عباس العقاد يسمع الاسعار يعني فلكيه. والاكستنشن تل من ورا ثابت. عاوز اشوف القطيفه عينينا الاثنين. اهو.
لسه لسه هنعرض لكم المفاجأة يا جماعة في كوليكشن الزفاف، موضوع وهدايا كتير جدا جدا، يعني اللي هتحجز فستان الزفاف يا بختها ويا هناها، هيطلع مع كل فستان هدايا كتير. بص هاند ميد البنات. تسلم يا ايبو استاذ ايهاب احمد. اتفرجي اتفرجي اتفرجي، شايفه 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 الشغل، ايه الجمال ده، ايه التكات والحركات دي، بصوا بصوا الجمال، بص الشغل. محمد بيطلع في اي حته ب 2000 جنيه اول لبسه، ده بيطلع بره اول لبسه ب 2000 جنيه، عندنا هنا ب 1000 جنيه. لا ده مش ب 1000 جنيه. بكام؟ اقل من كده يعني، اكتر من كده شويه بس مش هطلعه ب 2000 جنيه. ما نخليه ب 1000 جنيه اول مره. خليه ب 1000 جنيه عشان خاطرنا. عشان خاطر استاذ محمد اطلعه ب 1300. ادفع انا ال 300 يعني؟ احنا هنفصل على الهوا. بصوا هاند ميد ورق وكده. بص الشغل يا جماعه، منور يا نجم، منور. احنا عايزين نعيش الشباب ونشوف الفساتين عليها عامله ازاي عشان البنات تتخيل نفسها بقى. ايوه اعمل لكم فرقه. نخش في الفستان اللي بعده. ده كانت بكتير. ينفع اجي دلوقتي يا استاذ محمد؟ ينفع يا ندى؟ ينفع يا ندى؟ اللي عاوزه تلحق الفستان ابو 10 جنيه تيجي دلوقتي، مفيش مشكله، منتظرينك يا ندى. منتصف شارع 10، الوراق امام اورنج. بصوا الكلام، عندك عقد زواج، كاتب كتاب، فستان كاتب كتاب التحفه، منتظرك هنا في اتيليه دانتي. نخش على الزفاف. انا موديلات تاني بس مش هنحرقها. تمام. احنا كل مجموعة، يعني مثلا مجموعة السواريه بنعرض منها عينات فقط، مجموعة الخطوبة بنعرض برضك عينات فقط، والزفاف انا معايا الزفاف بيبتدي برضك هنعرض عينات ونشوف مع بعض كوليكشن الزفاف في اتيليه دانتل. واصل بينا لحد فين؟ الله، وطلعنا بالمفاجأة. بص دخلوا من الظهر من الخلف. بص الكلام، بص الكلام والجمال. حبيبي ابو قد ابو حميد الغالي، اول فستان سواريه ايجاره 10 جنيه. بتقول ايه؟ لا تقول لي بقى الشاذلي ولا ده ب 10 جنيه. ب 10 جنيه انا مش بتاع فساتين. الله، ده جاي من قدام ومن ورا ومن هنا ومن هنا. الزفاف هنا بشكل مختلف. كل اول لابسه يا جماعه، كل اول لابسه يا جماعه. ايه بتقول تحفه قوي بتاع العروسه ده، ينفع عيد فرح تاني؟ عيدي بس مع نفس العريس ولا ايه؟ الله، يا سلام، عايزين نفرد دي الفستان كده ونبين جماله وحلاوته. ابو شبل الغالي حبيب قلبي، ده نورك يا غالي استاذ احمد شبل. ممكن نشوف حاجه سوارهاش بيج 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 بيج. مش هنقدر نقول لك لا يا ست الكل، وانت على الهوا تشوفي اجمل فستان في درجات البيج، شياكه واناقه ودلع ورقه اهو. ونرجع تاني بعديه لفستان الزفاف. هنخش على فستان تاني. ايوه مامة محمود، حط الكاس على الكاس. محمد عرفه، ده انا داخل انتخابات يا جدعان كده. الله يكرمك يا مامة محمود. فين المكان يا ملك؟ بتسأل المكان فين؟ المكان منتصف شارع 10، الوراق امام فرع اورانج.
بصوا بقى الموديل ده بقى، بصوا بقى الموديل ده، اطلع بالكرين كده من فوق وانزل على الموديل. اسعار فساتين الخطوبة بدل 1500 الاول لبسة هتطلع بألف جنيه فقط اول لبسة. مش قلت لكم لايفات نص الليل لازم تكون مختلفة؟ اللي قادر يعمل عروض قوية وجنان يتصل بمحمد عرفة يقول له ايه بعد الساعة 12 بالليل لايف من لايفات نص الليل. عندك ايه النهارده؟ عندك ايه النهارده؟ احنا والله يا استاذ محمد كل يوم بنستنى بالليل نشوف اللايف الموجود بصراحة. الله يكرمك. احنا بنقول لك ألف مليون مبروك وإن شاء الله تليه ده أنت اللي يكون خير ليهم ولكل العرايس اللي هتيجي تأجر من هنا. كنزي بتقول جوزونا وانا بضم صوت لصوت كنزي، ويا ريت يا جماعه نشوف لها عريس من الجروب. جوزونا. هعمل لك هاشتاج يا كنزي جوزني شكرا. بص 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 الموديل ده بقى. يا ندى اول حد هيجي على اللايف ده او بعد اللايف، اول حد واحد بس، اول حد هيجي هيأجر الفستان السواريه ب10 جنيه بإيصال رسمي. نشوف بقى مين بقى. ندى اللي جت، سين صاد عين، اي حد اللي هيلحق الاول احنا موجودين. ولو حد جه على اللايف دلوقتي هقول له اتفضل وهنعمل له الوصل الإيصال بتاعه ب10 جنيه. أم حسن وحسين ما نقدرش ننام يا أستاذ محمد غير لما نشوف اللايف بتاع. الله يكرمك يا ست، كل ده شرف لينا والله. أستاذ محمد في دخلة صق، في فساتين دخلة صق نشوف بتقول فيه، هنعرض لك دلوقتي حالا. ده تقول للبنات اللي بتحب التون الخفيف. هدى مصطفى حضرتك في عندي فستان عاوز أبيعه. لا للأسف حركتيني كده. والله مش بيشتروا يا جماعه عشان هما بيجيبوا الموديلات الجديده على طول اول لبسه. بس اكيد هتلاقي يا استاذه هدى ممكن تعرضيه على الجروب عرضهولك ويطلع ان شاء الله. عندنا عروسه علياء، يلا يا عروسه هاتيها يا مامة روزي. تسلمي يا استاذه اماني، تسلمي على تعليقك المحترم الجميل، ده شرف لينا والله تعليق حضرتك. ينفع اجره يوم الخميس وارجعه يوم السبت؟ لا، الفستان بيطلع الخميس يجي الجمعه. الفستان يطلع الخميس يجي الجمعه. اوعى اللي جاي، اوعى الوحش يا عم الحاج. في سواريهات مقاسات كبيرة؟ اه متاح يا ست الكل. اللي جاي ده بقى هاند ميد، البنات اللي عارفة بقى شغل الهاند ميد. ده شغل هاند ميد؟ شغل هاند ميد. اوعى نخش زوم ايه ده؟ زوم انك. ايوه يا رب التفاصيل دي تكون باينة. ايوه لذيذ قوي ده، بيطلع عينيهم بعد ما بيفنشوه. ده ديله كبير قوي. الله يكون في عون العروسه والله. بتشيل كل ده؟ ايه يا عم ده؟ ساعدونا؟ خش ساعدونا؟ مامة روزي بتقول طب والله الواحد اتضحك عليه في الفرح. معلش يا ندى، اللي هياخد الخميس يرجع الجمعة. يبقى الفرصة ايه ضاعت منك يا ندى. أكيد في حد تاني هيستفيد بإيجار الفستان ب10 جنيه فقط، ب10 جنيه إيجار أول فستان من على اللايف لحبايبنا وإخواتنا
ب 10 جنيه فستان السواريه. تعبتكم معايا وعاوز اقول لكم بسم الله ما شاء الله تشكيله الزفاف والخطوبه والسواريه كلها اجمل من بعض. ونيجي بقى لمفاجاه وهدايا فستان الزفاف في الايجار هتكون ايه؟ هتكون ايه بقى المفاجاه يا جماعه؟ المفاجاه مصوره في الاخر بقى. رفقا بقلب تقول كلنا اتضحك علينا في الجوازه نفسها، فسري فسري يا رفقا بقلب فسري اكتر. ربنا يعوض عليك. وريني اللون الزيتي في الاستاند، مش هو ده؟ اهو يا ست الكل، ما ينفعش تطلبوا حاجه وما نعرضهاش. تاني واحد بردك ده؟ ده غير محجبات. لا مش بيشتري يا جودي، العرض الاول واحد بس، العرض الاول بنوتة فقط هتيجي على اللايف. يلا عايزين نشوف مين البنوتة اللي هتستفيد بإيجار فستان ب10 جنيه. قولي لنا بقى ايه الهدية. سيبي بقى فساتين الزفاف ونيجي بقى للايه؟ للبارتيشن والركن ده، الاريا الجامدة دي، الحتة دي اللي فيها التحف والانتيكات. بوكيه الورد مع التاج، موضوع وحكاية مع الطرحة. أصلاً بيروح يشتروها بكام من بره؟ مع الطرحة. هنطلع الحاجات دي ايه؟ مع فساتين الزفاف بس فساتين معينة. هيطلع الطرحة بالتاج بالبوكيه. الطرحة بالتاج بالبوكيه هي اللي بتختارها، هدية ما تفرضش عليها حاجة. هدية بس يرجعوا تاني. أنا قلت قبلك أهو. بترجعها لي تاني. هدية تستفيدي بيهم في الفرح أهو، إن كان بوكيه ورد الجميل ده أو التاج التحفة. عندنا أكتر من تاج. في هربسات برضو البنات اللي ما بتحبش التجان. الله. والطرحه كمان هديه. بس يعرفوا ان الشغل لسه ما اتفتحش. الشغل لسه ما اتفتحش. شغلنا لسه ايه؟ ما اتفتحش. شجعوا الناس دي بالشير، شيروا الفيديو، ادعموهم عشان تكون فتحت خير عليهم وتكون انتوا السبب في الخير ده. عنوانهم سهل وما يتوهش، منتصف شارع 10 الوراق امام فرع اورانج. بيقول لك شارك بسرعه الفيديو وتعالي اجري اول فستان ب10 جنيه. اول لابسه فساتين الزفاف موديلاتها كتير، منها الهاند ميد ومنها ده وده وده، مفيش ستايل واحد. موديلات تركية. بقول لك ألف مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك. وإن شاء الله فتحة خير، كلها مقاسات كبيرة. في جميع المقاسات. بتظبطي الفساتين لو هم احتاجوا والكلام ده؟ تمام متاح يا فندم. محتاجة تضيق بتاع بظبطه على قد. أنا مامة مصطفى نفسي أكسب مامة مصطفى. طب تعالي تعالي دلوقتي وادفع 10 جنيه. وتكون انت اول واحده وتستفيدي بايجار الفستان ب10 جنيه السواريه اهو. نقول لهم العنوان تاني. شارع 10 منتصف شارع 10 امام فرع اورانج. منتصف شارع 10 بالوراق امام فرع اورانج. ونعمل كده الجهاز. واقول انا اسف ان انا بسهركم كل يوم في لايفات نص الليل، ويا رب تكون فتحت خير عليهم وتكون انتوا السبب في الخير ده بعد ربنا. ألف مليون مبروك. ما تنسوش أول حد هيجي من على اللايف يحجز فستان سواريه ب10 جنيه. ب10 جنيه سعر السواريه يا أستاذ محمد، لازم يقولوا لي إن هم جايين من على اللايف من الجروب. واللي عاوز يستفيد بباقي العروض والخصومات والمميزات عرفوا اللي في المكان إن أنتوا جايين عن طريق لايف مباشر مدينة الوراق وإمبابة. لايفات نص الإيه؟ نص الليل. كل سنة وأنتم طيبين، وانتظرونا مع لايفات تاني كتير.